يو، السلام عليكم حبايبي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الف مليار نعمه كيما العالم. معكم سيدي فازيون. راكم تشوفوا الصوت هذا اللي عندي على بالكم، علاش اقول تشوفوا هنا كاينه وحده بصح نزيد الدوزيام. الحمد لله دينا لاكوب دافريك البارح، كانت ليله هبال. قاعد زاير فرحت، ما كانش قريه ولا وين يسكنوا زوج ثلاثه عيبان ما فرحوش، خرجوش يعيطوا يصوني امبرسيونون خاوتي. هاد فرحانه عمري ما عشتها، عمري ما شفت لاجيري دات كاشكوب ولا. المهم الحمد لله وشكر لله، وحاب نشكر كاع الفريق التقني تاع بالماضي. الفريق التقني تاع بالماضي كان مجهز نفسيا، يعني امبرسيونون. راني حاب نديكم دوكا نوريكم واحد لي فيديو تاع كيفاش كانت الفرحه في طنجه، كيفاش كانت الفرحه في فرنسا، كيفاش الفرحه في اماكن. المهم الحمد لله وشكر لله، قريب نحوس على تيشيرت يكون عنده دو زيطوال لازم دوكا اخوتي. واش رايكم؟ المهم صافي بليزير، الحمد لله ديناها كاع على بالي، انا فرحانين. اليوم يوصلوا ليكيب ناسيونال الجزائر، يعني راح تزيد تروبل. الجزائر كانت مروبله البارح، واليوم راح تزيد تروبل اكثر واكثر. خليني نشوف نوريكم شويه لي زيماج حبايبي. يلا نتحدى اي واحد يقول لي واش من مدينه هذه يا خوتي. عندكم شوفوا، خلي لكم دقيقه هاي نكمل وانتم قولوا لي واش من مدينه هذه. هذه خلاص كاع لو موند ولا يعرفها. خاوتي اللي ما تعرفوش كاع، هذه المدينة، هذه مدينة طنجة اللي كنت فيها زوج خطرات تابي بريم. لا عرفت هذه راك انا عرفتها باللي مدينة طنجة. كاين بزاف خاوتنا الجزائريين عايشين تما، كاين تاني الجالية المغربية اللي كانوا يسيبورتيو لالجيري كيما صارت في وجدة وصارت في السعيدية. امبرسيونون الروح الرياضية، شغل بلاد واحد وكاع بدون تعليق. شوفوا برك الناس كيفاش كانت كلاكسوني بارتو. هذه في طنجة ما ديتش بزاف، ما درتش لي فيديو على سعيدية ولا على الحدود، خاطرك على بالي بلي الناس اللي تما كانت 100% بالعلامات وكاع. بصح هذه في طنجة خوتي. خاوتي هذه مدينة واحدة أخرى. البارح شفت واحد جروب تاع لي فرونسي، قلت لهم كون راكم حابين نربحوا لا فينال، قالوا لي نقول لك لا فيريتي انا حابين نرقدوا. قلت له واش معناها؟ قال لي كان نربحوا الجيري ما نرقدوش، معناها تثيروا بالكاع في لافيل تاعنا. خوتي راكم تشوفوا هذا العلم، هذا ما تعليه الرجال، ما تعليه الرجال. احنا نسيو ندوه ديما للبعيد، ديما ديما ديما. خاوتي كي تشوف حوايج هكذا الله يرد مع الطيح لك، انا لازم نحيلها الصون هذا على لي دروا هذوك على بالكم.
خليكم غير ليماج هكذا بلا صوت، باش ما تصوتيش دروا دي دروا تاع كوبي رايت. امبرسيونون خالتي، دوك نوريكم برك البيت تاع الفرحة. كانت في قاع العالم، خاصة في المدن الكبيرة كيما برلين كيما لندن كيما برشلون. المهم أليكونت كان بزاف، وصلوني دي فيديو من أليكونت تاني، كان دايرين روبلة تما، روبلة بارتي وهاوتي في مونبولي في ليل كيفاش كانت البارح، كيف واه. هادو قاع اللي ما امنوش بلي الجزائر كانت قادرة، والجزائر كانت تكافح باش تدي لا كوب دافريك. كانوا يلعبوا ماتش كيما قال لهم بالماضي، نديروا لا كونسونطراسيون كونسونطريو جوست ماتش، ما تقولولناش على دو ولا تروا ماتش الجايين. هدف الحياة خاوتي خواتاتي، لازم دايما في الحياة تشوفوا غير خطوة بخطوة، ما كلا تشوفوا 5 خطوات لقدام. نشفى نهار بوزيو كاستيون الدراجي بالماضي، قالوا له لو كان تربح كوت ديفوار طاح مع نيجيريا، قال لهم بريمير مون لازم نكونسونطريو غير في الماتش هذا اللي جاي، ومن بعد هذيك اللي موراه حاجة واحدة أخرى. يعني هذه يا حبابي يا خاوتي، تهلاو في روحكم، دوك نخرج لكم من هيك ونقول لكم آخر كلمة. نحبكم كاع كيما راكم، ما تنساوش بارطاجيو ونشروا الفيديو. لازم نحو هاتريكو ونجيبو واحد فيه 2 إطوال خاوتي يا حبابي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوناش باللايك بالكومنتير، بارطاجيو مع كاع صحابكم باش نوصلوا للفيديو. مازال راح يزيدوا يخرجوا فيديوهات امبريسيون شابين هبال من كاع البقاع، راح ندير لكم واحد لي زانترفيو هبال ثاني، راح نعاودوا بقوه ان شاء الله. راني نصور لكم غير بالتليفون راح نديروا ليستوار، وي غون ميك هيستوري غير بالتليفون. ما عنديش كاميرا، ما عنديش باش نيديتي، مي فيها خير. ستاي سترونغ، حبكم والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك زميلي الاخ البريش، والشكر موصول لكل ضيوفك الاعزاء الكرام، وكذلك لكل المشاهدين معنا في نهائي كاس امم افريقيا لكره القدم 32 بين السنغال والجزائر على ارض العاصمه المصريه القاهره، في حضور جماهيري جزائري غفير يقدر بين 15 و 20 ألف مناصر مقابل حوالي 1000 مناصر في الجهه المقابله من عشاق السنغال، والالاف من المصريين المتعاطفين والالاف من المصريين المشجعين للجزائريين والملايين من القلوب والعقول المعلقه هنا في مصر، هنالك في الجزائر، هنالك في غزه وفي الاراضي الفلسطينيه وفي كل بقاع الدنيا، في المنطقه العربيه وشمال افريقيا وفي كل العالم الذي سيشهد بعد لحظات نهائي لم يكن متوقعا كما قلنا وكما سنكرره في كل مره بين الجزائر والسنغال. السنغال ثاني مرة في النهائي، والجزائر لثالث مرة سبق وأن لعبت نهائي سنة 80 أمام نيجيريا هنالك في ليغوس، ولعبت منذ 29 عاما هنالك في الجزائر العاصمة أمام نيجيريا عندما فزنا عليهم وتأرنا، ثم جاء الموعد هنا في المرة الثالثة بكيفية، أولا بلحظة لجمال بالماضي بعدما شاهد البداية هذه وأول توجيه مباراة أولى ينفذ التماس البحث عن الدعاية، دخل كرة خطيرة يولولو بغداد، رياض من هنالك رياض يا بغداد، وجول جول إلياي 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 إلياي، جول 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 إلياي يا بغداد، إلياي جول بغداد بنجاح يفعله جول، يا له من بداية ويا له من سيناريو، جاءت من السماء هذه الكرة من عند ساقطة وحطت في الجول، يا سلام على بغداد، تريد أن تقطع أنفاسنا منذ البداية بغداد، هاي لم إسماعيل وراح بغداد.